استاذ علي شحاته مراسلنا في الزمالك. السلام عليكم يا استاذ علي. عليكم السلام يا ريس، تحياتي ليك ولكل متابعينك. هو هاني عصام النهارده ظهر في الزمالك؟ لا هاني عصام النهارده ما ظهرش في الزمالك، ولا ظهر على السوشيال ميديا، ولا حتى رد على الناس اللي كذبت الخبر. هو كان بيتكلم امبارح من منطلق قوي جدا، او من مصدر بيقول ان هو مصدر موثوق، حتى ما ذكرش اسم المصدر، وقال كمان لو الناس كذبت او نفت الكلام دوت انا هطلع حاجات جديده. هو اللي رد النهارده على الناس واختفى تماما، حتى الرسائل اللي انا بعتها له، يعني انا الصبح اول ما صحيت كلمته، يا هاني انا كلمت ناس جوه النادي قالوا لي المشكله ما حصلتش، ما ردتش على الرسائل، وبرضه نفس الكلام ناس زمايلك. هو انا ناس كتيره في الوسط قالت لي ان هاني عصام بيفبرك اخبار. هي دي مش اول واقعه لهاني عصام، يعني في واقع زي الاستاذ هاني، بس يعني بقول لحضرتك احنا كنا في الواقعه دي. حتى امبارح يا استاذ عبد الناصر اللي قلت لك انه في ناس في النادي قالت لي ان الواقعه ما حصلتش. يا محمد اصدقائي مش هيخبوا المعلومه عني، يعني عارفين ان انا مش هجيب اسمهم طبعا ولا هذكر المصدر بتاعي حتى لو على موت، يعني عمرها ما هتحصل. بس فا يعني حتى انا لحد الكلمه بتاعت امبارح ما كنتش متاكد من المعلومه، وعلشان كده كنت بذكرها على اللي ذاكرها، يعني بقول مين اللي قال. واحنا قلنا كده، قلنا موقع الكابتن وهاني عصام والزمالك ينفي. صحيح. بس فالنهارده في التمرين بقى، يعني حصل، يعني قبل التمرين انا قلت لحضرتك انه زيزو هينزل صوره على الانستجرام انه الكلام ده ما حصلش، ده رقم واحد، حتى لو كانت حصلت كان ده اللي هيحصل. بس ليه الزمالك ما طلعش بيان يا علي وقرر مقاضاة هاني عصام وموقع الكابتن؟ هو فكرة مقاضاة الموقع نفسه في عبد الناصر، يعني دي مش موجودة دلوقتي، لكن النادي لو طلع بيان هيكبر الموضوع، هيعمل من لا موضوع موضوع. هو التجاهل في وقت زي ده، خصوصا ان الزمالك مقبل على يعني مهمة قوية جدا، صراع على الدوري، سبع مباريات وانك تكسب بطولة، فالزمالك مش عايز يحط نفسه في اي نوش زي ما بيقولوا، يعني الزمالك دلوقتي مركز في المباراة دي، يعني شايفين يعني طريقة امير مرتضى شوية فيها تجاهل في بعض الامور، يعني فيها تجاهل في نقطة زي دي، وكفاية جدا انه مثلا يردوا مثلا بعض المسؤولين او بعض الناس في النادي او شيكابالا نفسه واحمد سيد زيزو، ان شيكابالا اصلا ما كانش في التدريبات امبارح، شيكابالا ما نزلش تقسيمه امبارح عشان يتخانق هو واحمد سيد زيزو. طيب فده شايفينه ان هو رد مناسب جدا على الواقع، ان هو ما يدهاش اكبر من حجمها. طيب نروح للاخبار. طيب نروح لاخبارنا. النهارده كانت تقسيمه قويه جدا 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 في عبد الناصر، كل اللعيبه شاركت في المران، الحمد لله الزمالك لا يعاني من اي اصابات ولا اي ايقافات في الماتش اللي جاي، ماتش بيراميدز ماتش مهم جدا، مباراه مش بثلاث نقط بست نقط، وبالعكس ممكن تكون مباراه حاسمه لبطوله الدوري في عبد الناصر. احنا النهارده شايفين الاهلي هرب منه نقطتين كمان، الفرق ما بينه وبين الزمالك في حاله لعب كل مباراه هيبقى خمس نقاط، فاضل قدام الزمالك مطب كبير جدا ومطب نادي بيراميدز. حتى الان الاقرب عند تعويض غياب اشرف بنشرقي، يعني عشان هو الضلع الاهم اللي غايب عن منظومه الزمالك حتى الان هو اشرف بنشرقي. بيريرا حاول يدرب شيكابالا، يعني ما ادالوش المردود بتاعه الكامل، حاول يدرب امام عاشور مش نفس اسلوب اشرف بنشرقي، هيرجع تاني يدرب يوسف اسامه نبيه بعد ما تعافى من الاصابه. النهارده كان في تدريبات خاصه ليوسف اسامه نبيه، ومن المتوقع انه هيبدا مباراه بيراميدز. كمان طلع النهارده احد الناشئين من 2003 عبد الناصر اتفرجتوا من فريق الامل، بقول لحضرتك فريق الامل ده فيه جواهر، ويعني عشان كده الزمالك ما بيتكلمش عن صفقات، ممكن تلاقي اصلا خمسه سته طالعين من فريق الامل، ودي استراتيجيه بيريرا انه هيكون كل اللعيبه بتاع عبد الناصر اعمارها السنيه ما تعديش 23 24 سنه، هيكون في بعض العناصر الخبره بالفرقه، بس اغلب الفريق يتكون من عناصر صغيره. النهارده في لاعب ثاني النهارده طلع من فرقه 2003، وممكن يكون يعني هيكون ممكن يظهر في مباراه بيراميدز، خصوصا انه بيلعب في مركز 8 وبيلعب كمان في مركز الجناح، لعيب مميز جدا اسمه محمود علاء، فيعني هو اسمه محمود علاء بس الناس بتقول له بتناديله بنيدفيد، يعني تيمون بنيدفيد بتاع فرنسا، يعني لعيب مميز جدا في عبد الناصر، وهنشوفه ان شاء الله، هو فرقته مميز وكل الناس بتتكلم عنه في قطاع الناشئين. كمان في عبد الناصر، يعني امير مرتضى النهارده كان عمل جلسه مع اللعيبه كده وحسهم، خصوصا ان الزمالك قرر صرف 10 مليون جنيه من المستحقات الباقيه للعيبه، يعني هنروح لملف المستحقات، اللعيبه باقي ليها مجمل 18 مليون جنيه، الزمالك النهارده بيسدد منهم 10 مليون فاضل 8 مليون، بخلاف المكافئات اللي متفقين عليها مع الاداره اللي هي بتزيد تباعيه مع كل مباراه، بتزيد المكافاه، يعني مثلا لو كانت 10 المباراه اللي جايه 15 المباراه اللي جايه 20، فبتبدا تزيد لحد نهايه
نهايه الدوري، وده اسلوب متبع من اخر من 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 اول المباراه ال10 كعد تنازلي لحد المباراه الاخيره، انه كل مباراه الزمالك بيكسبها بيزود المكافاه الماليه الخاصه بعيدا عن اللائحه خالص اللي متفق عليها الزمالك. تمام. يعني النهارده يعني ازيح الستار عن اول صفقه من صفقات الزمالك الاجنبيه صعب الناصر، ولاعب الفتح الرباط بشكل يعني احنا التاكيدات دي واخدينها من المغرب مش من هنا من الزمالك، من الزمالك ما بيصرحش عن اي صفقات اجنبيه، وفي اي تصريح للاستاذ الاسلام المتضع او الاستاذ منصور ما بيتكلموش عن صفقات، بيقولوا انه في صفقات بس ما بيتكلموش عنها، يعني حفاظا على الفريق واستقرار الفريق. التصريحات اللي جت من المغرب او التسريبات اللي جت من المغرب ان لاعب الفتح الرباط اللاعب رقم 8 اللي هو المهدي مبارك ده لاعب مميز جدا عنده 21 سنه بيلعب في منتخب المغرب للناشئين والمنتخب الاولمبي، طلب بشده من انضمام الزمالك، هو في اللاعب قدامه ثلاث عروض اقواه مع الزمالك عبد الناصر يعني على ارض الزمالك ب 750 الف دولار، اللاعب موافق والاداره موافقه على يعني تقريبا كده التاكيدات جايه من المغرب ان اللاعب اتم الاتفاق والاداره اتم الاتفاق مع نادي الزمالك. لو الصفقه دي انا اتفرجت على يعني بعد ما سمعنا اسم عبد الناصر اتفرجت على بعض الفيديوهات للاعب، لاعب مميز جدا بيلعب رقم 8 وبيلعب رقم 6 في نص الملعب، ولاعب كمان يعني يعني متوقع ليه مستقبل كبير جدا، ومن اللعيبه اللي هو تقدر تستثمر فيها، لاعب لسه عنده 21 سنه تقدر تبيعه ثاني لو مش هيكمل مع نادي الزمالك. فده من الاسماء خلاص اللي كشف عنها الستار النهارده في نادي الزمالك انه اقترب بشده من انضمام لنادي الزمالك. تمام. في كده احتمال الزمالك كده يعني يعني بشكل ما يعني بشكل رسمي او غير رسمي، استاذ عبد الناصر حضرتك عارف يعني غير رسمي بعض الصفحات حاليا بتتكلم عن الحكم اليوناني اللي هيدير مباراه الزمالك وبيراميدز. خلاص هو رسمي يا علي اعلن الحكم اليوناني اعلن. هو رسمي بس يعني في بعض الضغوطات من بعض الصفحات استاذ عبد الناصر. يا عمي هو انت بتالف اعلام ايه رسمي ومش رسمي اما يكون اعلن من اتحاد الكره وخلصنا. انا مش على اعلان الحكم او على اسم الحكم مش عبد الناصر، انا بقول حضرتك الحكم يوناني والمدرب بتاع بيراميدز تكييف يوناني وطاقم التدريب كله يوناني. يا راجل سيبك من الاونطه بلا صفحات بلا قرف، يا راجل عيب عليك تقول الكلام ده، تكييف يوناني والحكم، يا راجل عيب الكلام ده اصلا يتقال. مين اللي كاتب الكلام ده؟ هو في حملة ممنهجة كده كل الصفحات بتتكلم عنها فكان لازم نذكرها، كل الصفحات بتتكلم عنها. الحكم ولد عم جاكيز ولد عم بعض. يا رب. طيب خبر تاني استاذ عبد الناصر من اخبار الصفقات عن عمرو السيسي، طب يعني كل الكلام عن الصفقات تايه او مشوش، بس بالنسبه لي يعني اتكلمنا مع حد قريب من وكيل عمرو السيسي اكد انه عمرو السيسي اقترب بقوه من نادي الزمالك، الاداره اتفقت مع نادي طلائع الجيش، هل الكلام ده صحيح او لا؟ برضه ما حدش عنده تاكيد في اي خبر عن الصفقات بالنسبه لنادي الزمالك، يعني قلت لحضرتك الزمالك مش مدخل اي وكره في الموضوع، بيتعامل مع الادارات مباشره، عايز يخلص اللعيبه من ادارات الانديه بخصوص اللعيبه المحليه، لكن اللعيبه الاجنبيه صعب الناصر التعامل بيكون بشكل يعني شبه فيه سريه تامه، ولولا الاخبار طلعت من المغرب النهارده ما كناش سمعنا حاجه عن خبر المهدي مبارك لاعب نادي الفتح الرباط المغربي. وانا اشهد بصراحة ان الناس في الصفقات في الزمالك في قمة النزاهة والامانة بصراحة. شهادة رب العالمين دخلنا عليها جهنم اللي بعده. طيب مباراة الزمالك وبيراميدز عبد الناصر هتكون ان شاء الله يوم الاثنين الساعة 9 على ملعب استاد القاهرة، يعني حتى الان عبد الناصر شكل الفريق مش هيتغير او التشكيل مش هيتغير، غير بس ممكن يتم الدفع بيوسف اسامه نبيه بدلا من شيكابالا في مركز الجناح الايسر يعني، وبيلعب قدام فتوح، الزمالك ما عندوش اي غيابات، رجع سيف فاروق جعفر النهارده شارك في التدريب وممكن يكون ليه تواجد على حساب رؤى، يعني دي اخبار الفرقه واخبار المران اللي هي اصلا صعب جدا نوصل لها في الفتره دي، خصوصا انه الزمالك عامل معسكر زي سكنه عسكريه كده ما حدش بيعرف اي اخبار عنه، بس بنحاول نجتهد ان احنا نجيب اي معلومه من المعسكر. سيف فاروق جعفر واسامه نبيه خلاص دعموا الفريق، والتقسيمه كامله النهارده ما كانش فيها اي غيابات. شكرا يا علوه. تحياتي ليك يا ريس.